كما يقولوا للسياسه نتاع الدوله فيما يخص السياحه، نورمالمون وصوالح كيما هادو يكونوا كاينين بكثره في الولايات، على اساس انه الانسان المواطن الجزائري راه ما عندوش راه يديفولي، ما عندوش راه يروح، راك فاهم كيفاه؟ وماذا بينا احنا كثروا من هذا الاسباس هذو سيرتو الاسباس فير هذو، ومع لي جون تاع الاولاد الصغار، مع الواحد أم يخرج هو العائلة نتاعو يلقى وين يديفولي، يلقى وين يروح. ما كانش هذا هو الحاجة الانشغال تاعنا، أنه نقص المساحات الخضراء، نقص الحدائق العمومية، نقص الحدائق هكذا اللي فيها الألعاب وفيها أماكن هكذا تعترف فيها، نقص يعني كبير بالبزاف، خاصة في ولاية برج بوعريريج. ما عندناش لابيسين، ما عندناش غير هذه اللي هاو جينا من الجعافرة من القلة. السنتر دولاية هذا ما عندنا في ولاية البرج، ماذا بينا نشوفوا مصالح أخرى. ما عندنا والو هنا، عندنا هذا رانا نتلموا ليه هنايا مع الأولاد ورانا نجيو. أنا كون اختينا هذا ما كانش وين نضرب، ما كانش وين نروحوا، خلاص هذا وين يجيبوا فيه الأولاد يدوروا فيه هنا، ينحيوا الخيقة شوية هنايا ونديهم يروحوا. اختينا هذا ما عندناش نروحوا. المشكل يبقى من الناحية الإدارية، ولا نطلبوا ان شاء الله من الدوله تاعنا توفر الاماكن هكذا لاولادنا باش يصيبوا اماكن وين يلعبوا، يرفوا شويه على النفس تاعهم، وسورتو مع لي فاكونس هذه سون اوكازيون بور ديجاجي كامل. صح يعني بالطبع هذا المشكل صح راه مطروح، يعني خاصه في الاوقات اللي تكون هكذا اوقات عطله، هذا المشكل هذا يولي يعني ضروره اجتماعيه بالبزاف. عندها هذا المنفذ الوحيد اللي هنا يعني في البرج تحوس فيه وتجي فيه الاولاد هكذا يرفعوا على نفوسهم. ايه نقول لك يكفي، ما يكفيش لا ما يكفيش هكذا، ولا الغاشي بزاف ولا ما يكفيش في رمضان، سنة رمضان ما يكفيش هذا، خلاص في الصيف ثاني شويه ما يكفيش. جئنا ضيوفا إليها من مدينة المسيلة ونحن قريبين من هنا، يعني شيء جميل جدا، نتمنى لو كان مثل هذه الأشياء موجودة في مدينة المسيلة، وأضيف ذلك أنه كانت توجد حديقة في ولاية سطيف، هي الآن لا أدري ما حصل لها، ويعني ونتمنى إن شاء الله تكثر مثل هذه الحدائق في الجزائر، يعني الترفيه للأولاد والأطفال وكذا، متنفس للشباب ان شاء الله. نورمال مو حاجه كيما هذه هكذا، يجيبوهم والديهم يربيوهم يعلموهم حوايج من صغرهم كي يربيوهم يوريولهم حوايج كيما هكذا، يتربيو الاولاد ويكبروا ان شاء الله على طاعه والديهم، ونتمنى يعني ان شاء الله يزيدوا يوفروا اكثر واكثر. تلقى العائله وين تخرج في صورتو، جينا رمضان في السخانه ولا والحال سخانة بزاف، وعنا يعني هنا بالنسبة للحمام بزاف، ماذا بينا يجونا يديرونا بلايص يعني زوج أو ثلاثة هنا في البرج. الحديقة الوحيدة اللي راهي تلبي رغبة كيما نقول المواطنين، وتلبي رغبة مام الأطفال تاعنا وين يروحوا وين يدوروا وين يلقاو شوية إسباس هكا وين يديفولي ويسولاجيو شوية على رواحهم. والحديقة هذه ديجا راهي تفتح غير خلال العطل الصيفية والشتوية، يعني خلال العطل المدرسية يعني لا أكثر، يعني نتمنى وإن شاء الله الانشغال تاعنا يوصل أنه يكون كاين أماكن، يا ريت إن شاء الله تكون تفتح هكذا كيما نقولوا طوال العام، ما تكونش يعني في وقت محدد كيما أوقات العطل، باش هكذا مام في الويكاند الأطفال تاعنا يلقاو وين يروحوا وين ينحيوا شوية.